إسباغ الوضوء عند شدة البرد. إسباغ الوضوء عند شدة البرد، ومعنى إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله، وذلك بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزمك غسله وتعمه كله بالماء وتدلكه باليد. وقد ورد في فضل ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فعد النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره من الأمور التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. وإسباغ الوضوء على المكاره في وقتنا الحاضر قد لا يتحقق في كثير من الأحيان مع ما من الله تعالى به على الناس من أجهزة تسخين الماء، ولكن يمكن أن يتحقق ذلك فيما لو توضأ الإنسان بعيدا عن العمران، كما لو كان مثلا في البرية وتوضأ بماء بارد ونحو ذلك، فالسنة أن يسبغ الوضوء على المكاره. وليس معنى هذا أن الإنسان يتقصد أن يتوضأ بالماء البارد مع وجود ما يسخن به الماء، فهذا ليس أمرا مقصودا شرعا، والله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، ولكن المقصود أن هذا الإنسان لم يجد ما يسخن به الماء وعنده ماء بارد وحان وقت الصلاة فيتوضأ بهذا الماء ويسبغ الوضوء على المكاره، فهذا أجره عند الله عز وجل كبير وثوابه عظيم، وهو من الأمور التي يرفع الله بها الدرجات ويمحو الله بها الخطايا.